تمام ماشي على السكين بتاعنا عادي خالص. تمام اهو السيرفس بتاعي هنا، عايزاك تشوف السيرفس بتاعك. السيرفس بتاعك انتكت والهيمورج وزن ذا فنتر كده انترا فنتريكولار. هنا برضو نفس الموضوع، الانترا سيريكولار هيمورج اهو، والسيرفس بتاعي انتكت. ترانسفيرس سيكشن برضو في البرين اهوت، وده السيرفس عندي انتكت، يبقى ده باثولوجيكال انترا سيريكولار هيمورج. نيجي بعد كده السكال، دي عبارة عن سكال كاب مش كومبليت سكال. انا عندي السكال هتشوفها في شكل اما سكال كاب، اما كومبليت سكال وزاوت ماندبل، اما كومبليت سكال ويز ماندبل. دول الثلاث اشكال اللي هنشوف عليها السكال. طيب انا السكال كاب دي بتاع الفيكتيم حوالي عنده 25 سنة. ليه؟ لان الكوريجيشن اللي انا شايفاها في الساجيتال سوتشر ده لسه ما لحمش. تمام بس الكوريجيشن دي بتزيد كده، بتبقى زايدة كده في البيجينينج اوف يونيون، في بداية اليونيون كده بيبقى البون اكتف وبيعمل لي الكوريجيشن الكتير دي. فهو كده تقريبا كده العمر لسه في البداية اللي هو 25 سنة. تمام طيب هو نون نيجرويد ليه؟ هتبص على التيريون، لو كنت والسبيسمن في ايدك بقى هتبص كده على التيريون، هتلاقي التيريون اتش شيب، هلاقيها نون نيجرويد. طيب السكس لا انا ما اقدرش اكومنت هنا على السكس لان دي سكال كاب، اي سكال كاب هتقابلك انت مش هتقدر توصل للسكس. طب نيجي بعد كده ديسكريبشن، انا شايف ايه؟ انا شايف ده هنا لوكالايزد ديبريسد فراكشر. شكله ايه؟ شكله تريانجلر، لان الاله المستخدمه الكات سيكشن بتاعها كان تريانجلر. الاله المستخدمه دي عباره عن هورن اوف ان اوكس، هورن اوف ان اوكس اللي هو الثور، القرن، الارم بتاع الثور، القرون بتاعه الثور. تمام او القرون بتاعه البقره او الجاموسه، ده اللي يقصده الهورن اوف ان اوكس. تمام فبيبقى الكات سيكشن بتاعها بيبقى تريانجل. تمام فيبقى شكلها بالمنظر ده. اجي المس الايدج بتاعتها بايدي كده الاقي ان الايدج بتاعتي الريجولر، لان حصل فيها ايه؟ لان حصل فيها بون اروجن، يعني معنى ان هو دخل في بون اروجن، معنى كده ان هو دخل في ايه؟ في سيبسس. تمام حصل سيبتك كومبليكيشن، يعني الشخص ده لما مات مات من سيبتك كومبليكيشن. ده لما عاش حوالي من 4 إلى 6 أسابيع، 4 إلى 6 أسابيع. تمام نيجي بعد كده ليه السكال كاب دي، برضو هنا عندي سكال كاب الايدج بتاعها تقريبا 40 سنة. ليه؟ لان الكرونال سوتشر بتاعنا قفل، الكرونال سوتشر قفل. ابص على الساجيتال بلاقيه قفل، يبقى الساجيتال خلاص 25-30 خلاص قفل، الكرونال كده برضو قفل، يبقى الايدج بتاعي هنا 40 سنة. طيب هو نون نيجرويد، بص على التيرو نشوفه اتش ولا اكس. طيب وبص على السكس مش هقدر اوصل للسكس من السكال كاب، خلاص دي قاعده. طيب شايف ايه؟ شايف كات فراكشر، الايدج بتاعته الريجولر. ليه الريجولر؟ لان وانا بعمل وذدرول للويبن بتاعي من السكال، اللور ايدج اتفتفتت اتكسرت نتيجه الوذدرول اوف ايه؟ اوف اكس مثلا. هو هنا استخدم اكس فيس، فهو بيعمل لها وذدرول، ضربه بالفاس وشال الفاس، فهو بيطلع الفاس اللور ايدج بتاعه الوند. تمام حصل لها ايه؟ بتاعه الفراكتشر ده حصل لها اتكسرت. تمام فالمنظر عندي الريجولر. تمام منظر بالمنظر ده، بس مش الريجولر بسبب السبسس. تمام انا قلت لكم هو الريجولر بسبب ايه؟ بسبب الوذدرول بتاع الايه؟ بتاع الاكس. تمام طيب الكونديشن دي موست بروبابلي هوميسايدال. طيب هنا لا في هيلينج ولا في سبسس، مفيش سموثنج ومفيش الرفنس بتاع السبسس اللي احنا شفناه في الجار اللي فات. لا هنا لا في هيلينج ولا في سبسس. تمام يبقى ده دايت شورتلي، ده مات من ايه؟ مات من برين انجري. بص السكال دي فيها معلومه ان السكال دي من جوه هتلاقي ان الانر تيبل ديبريسد على البرين تيشو، الانر تيبل كده لقيت فيها ديبريشن، فزميته اسم تاني كده اسمه ديبريسد كات فراكتشر. ليه؟ لان انا شفت الديبريشن ده حصل فين؟ في الانر تيبل بس. تمام نيجي للسكال اللي بعد كده، دي بقى كومبليت سكال ويز ماندبل لشخص ميل، لان عنده برومننت برايتال ايمينانس ونون نيجرويد. ليه؟ لان عنده اتش شيب تيريون والايدج بتاعه اباف 40. ليه؟ لان الكرونال سوتشر قفل. باجي ببص الشخص ده عنده ايه؟ شايفين الزيجوماتيك بون؟ عايزك تبص على الزيجوماتيك بون وتبص على الانجل اوف ماندبل.
في ووند كده بادئ من الزيجوما والاكستنشن باي الاكستنشن بتاعه لحد الانجل اوف ماندبل، بس هو عند الزيجوما ريجولار ايدج، لكن على الانجل اوف ماندبل لا الايدج لقيتها بقت رف. طب ايه اللي حصل؟ الجزء اللي فوق سليم ما حصلش فيه سبسس، لكن الجزء اللي تحت حصل فيه سبسس عند الانجل اوف ماندبل. تمام، يبقى معنى كده ان انا عندي الراجل ده لو هيموت هيموت من سبتك كومبليكيشن. طيب البوزيتيف انسترومنت اللي عمل لي الفراكتشر ده، الفراكتشر ده سميه كات فراكتشر، البوزيتيف انسترومنت هنا هيكون شارب هيفي شارب انسترومنت. تمام، طيب لان الايدج اللي فوق ريجولار، تمام الايدج اللي تحت الرفنس ده حصل او الريجولاريتي اللي موجوده في الايدج اللي تحت دي نتيجه السبسس، حصل بون ايروجن اهو فالريجولار من تحت. تمام، فهقول ان الراجل ده لما مات مات من سبتك كومبليكيشن. طيب يعني معنى كده ان هو قعد قد ايه؟ قعد من 4 إلى 6 أسابيع، من 4 إلى 6 أسابيع، والكونديشن هنا هوميسايدر. تمام، هل في بيرمننت انفيرمتي؟ طبعا في بيرمننت انفيرمتي اللي هي ديسفيجرمنت، خلاص هو عمله في الفيس ده. طيب نيجي بعد كده للسكال، دي عباره عن كومبليت سكال بس من غير المندبل. تمام، الفيكتيم هنا دي فيميل فيكتيم، تمام، لان البارايتال ايمننس البارايتال ايمننس نوت بروميننت. تمام، والسوبرا اوربيتال ريدجز برضه نوت بروميننت. تمام، نيجي نشوف كده، نبص ان هي بص على الساجيتال سوتشر، هلاقي ان الساجيتال سوتشر بتاعي قفل. ابص على الكورونال هلاقي الكورونال لسه مفتوح، لو السبيسمنت ده في ايدك هتبص على الكورونال هتلاقي الكورونال ما قفلش، يبقى الفيكتيم ده ممكن تقول ان هو ايه اقل من 40 سنه، تلاقي الساجيتال قفل الكورونال ما قفلش، يبقى الايدج بتاعه اقل من 40 سنه. طيب اجي بقى اشوف الوند اللي عندي او الفراكتشر اللي عندي نوعه ايه. الفراكتشر اللي عندي هو كات فراكتشر بالمنظر ده، الايدجز بتاعته ريجولار. ليه؟ لان الوند لان الاله المستخدمه شارب انسترومنت، هي دي شارب انسترومنت، فالايدجز بتاعتي بتكون ريجولار. طيب والسكال عليها من بره كده هيموريدج من بره، ده عباره عن اكسترا كرانيال هيموريدج، علامه لون مدي على اللون البراون شويه، ده بلاد على السكال من بره، ده عباره عن هتقول عليه ان ده اكسترا كرانيال هيموريدج. طيب الشخص ده لا عنده هيلينج ولا عنده سبسس، الريجولاريتي اللي موجوده هنا موجوده بسبب ان ده كات فراكتشر استخدمت فيه هيفي شارب انسترومنت. تمام، ده سبب الريجولاريتي، مش عشان هيلينج، مش عشان هو دخل في هيلينج او حاجه، لا خالص، الريجولاريتي هنا سببها ان ده استخدمت معاه هيفي شارب انسترومنت، فعشان كده هو ريجولار. الشخص ده مات على طول من برين لاسيريشن او من انترا الاكسترا كرانيال هيموريدج اللي انا شايفه على السكال من بره ده، ده الكوزوف بس. طيب الكونديشن دي ممكن تكون هوميسايدال، صح، ممكن تمشي برضو اكسيدنتال، يعني تنفع الاثنين، وقع ممكن يكون وقع على حاجه شرب، او آلة حد مثلا جت فيه وقعت على راسه، او ممكن تكون هوميسايدال، شخص ضربه بشارب انسترومنت. تمام، هنا البيريود بتوين تروما اند ديث، هو مفيش هنا بيريود، الشخص ده مات على طول زي ما قلنا، لان في لا في هيلينج ولا في سبسس، كل اللي انا شايفه شايف اكسترا كرانيال هيموريدج كده، وكان هو ده سبب الوفاه، برين انجري واكسترا كرانيال هيموريدج. طب نيجي بقى للسكال دي فيها ايه؟ شايفين هنا البرايتال ايمينس كده، معلش سوري، السكال دي عباره عن ايه؟ اول حاجه دي سكال كاب. تمام، طيب السكال كاب دي اما اجي اشوف الساجيتال سوتشر هنا ابص عليه الاقيه مقفول. تمام، يبقى خلص الايدج بتاع الساجيتال اللي هو 30 سنه، ابص على الكورونال لقيت ان الكورونال لسه مفتوح، فاداله رينج من 30 ل 40، او ممكن تقول ان هو اقل من 40 لان الكورونال لسه ما قفلش. طيب هاجي ابص على الايه التيريون هلاقي ان هو نون نيجرويد، هلاقي اتش شيب. تمام، والسكس هنا مش هنكومنت عليه لان دي اونلي سكال كاب زي ما اتعودنا. طيب انا شايف ايه؟ شايف ديفكت شكله اوفال شيب كده مقفول بممبرين، الديفكت هنا مقفول بالممبرين، ده معنى كده ان ده عدى عليه سنه. قصته ايه؟ قصته ان ده عباره عن اولد لوكالايزد بريست فراكتشر، وقفلناه، حصل دخلناه عمليه، رفعنا الجزء الدبريست وعملنا سكشن للبلاد، وحصل وعملنا تريمنج للايدج بتاعته، سيبنا ايدج نظيفه وحصل هيلينج، بدا يحصل سموثنج، وبعد كده حصل ممبرين، شفنا من برين قفل الديفكت بالكامل. المنظر ده اشوفه بعد سنه، اشوفه بعد ايه؟ سنه. تمام، يبقى اذا نوع الفراكتشر هنا ده عباره هتقول عليه ديفكت، مش هتقول فراكتشر بقى، هتقول ديفكت كفرد باي فايبرس من برين نتيجه اولد بريست فراكتشر، بين قوسين كده تكتب ان هو كان اولد بريست فراكتشر. طيب يبقى البوزيتيف انسترومنت على طول هنا هي هيفي بلانت انسترومنت، انا قلت لك اولد بريست، يبقى ده هيفي بلانت انسترومنت.
طيب الممبرين ده يظهر بعد